فلنبتهج ولنفرح به. قال الرب لتلاميذه: لا تضطرب قلوبكم، آمنوا بالله وآمنوا بي. إن المنازل في بيت أبي كثيرة، وإلا لكنت أقول لكم إنني أنطلق لأعد لكم مكانا. وإذ أنطلق وعددت لكم مكانا فسوف آتي أيضا وآخذكم إلي، لتكونوا أنتم أيضاً حيث أكون أنا. وأنتم تعرفون إلى أين أذهب وتعرفون الطريق. قال له توم: يا رب، لسنا نعرف أين تذهب وكيف نقدر أن نعرف الطريق. قال له يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، لا يأتي أحد إلى أبي إلا بي. لو كنتم تعرفوني لعرفتم أبي أيضا، ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه. قال له فيليبس: يا رب، أرنا الأب وحسبنا. قال له يسوع: أنا معكم كل هذا الزمان ولم تعرفني يا فيليبس، من رأني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ أما تؤمن أنني في أبي وأبي في؟ الكلام الذي أنا أتكلم به لا أتكلم به من نفسي، بل أبي الذي هو مقيم في هو يعمل هذه الأعمال. آمنوا أنني في أبي وأبي في، وإلا فآمنوا من أجلي الأعمال. الحق الحق أقول لكم، إن من يؤمن بي يعمل هو أيضاً الأعمال التي أنا أعمل وأفضل منها يعمل، لأني ماض إلى الآب. وما تسألون باسمي أصنع لكم، ليتمجد الآب في ابنه. وإن سألتموني باسمي فإني أصنع. أشوحاً لا لها أميني الإنجيل اللي سمعناه. يسوع اجتمع ويا التلاميذ قبل ما ينصلب حتى ينطيهم الوصية الأخيرة، خلينا نسميها، لأن كان يعرف شي اللي راح يصير وياه. فده ينطيهم الكلام اللي راح يبقى وياهم، يتأمل إنه هذا الكلام راح يواسيهم بعد ما راح يموت. لأن
الاضطراب اللي مروا به التلاميذ ما كان شيء سهل. التلاميذ عافوا حياتهم أكملها، بيوتهم، عوائلهم، أعمالهم، شغلهم، تبعوا المسيح، حياتهم كلها تغيرت. وفجأة هذا المسيح اللي كانوا يؤمنون بأنه هو المخلص، قسم من عندهم كانوا حاسبين إنه راح يصير ملك على اليهود وراح يكون عنده مملكة دنيوية، حتى كو منهم طلبوا إنه ممكن يصيرون وزراء بهاي المملكة. فجأة هذا المسيح ينصلب ويموت بالشكل، مجرمين فقط اللي كانوا يمرون بهذا الشيء، مو أي شخص ينصلب ذاك الوقت. فالمسيح كان يعرف أنه هذا الشيء صعب عليهم، فانطاهم هالكلام: لا تضطرب قلوبكم، راح أروح عند الآب وراح أحضر لكم مكان. سو الكلام هذا هو مواساة لهم حتى يتذكرون شيء اللي قال لهم يسوع المسيح، إذا حبوا يتذكرون هذا الكلام. عادة نفكر بالإنجيل أو بكلام يسوع ككلام يديننا، إنه لا تعمل هذا الشيء، لا تفعل، لا تعمل، لا تزني، لا تقتل. إنه من نفكر بكلام يسوع هو كلام إدانة، ما نفكر به كمواساة. لكن الرب يحب إنه يواسي الإنسان بالصعوبات اللي يمر بها، والإنجيل ممتلئ من مزامير أو من كلام الرب هو بنفسه اللي يواسي الإنسان. بس الإنسان اللي فعلاً دا يدور مواساة، مو إنسان اللي دا يدور excuse أو دا يدور حجة حتى يكمل بطريق الخطأ، لكن إنسان اللي مثل التلاميذ اللي ما كانوا مفتهمين ليش المسيح انصلب. التلاميذ اللي مروا بالصعوبات، الاضطهاد والقتل والجوع والفقر والتعذيب كلهم، بداية بمار بطرس اللي انصلب. مار بطرس انصلب بالعكس، جويدا يصلبوه، قال ما استاهل انصلب مثل المسيح، خلي يصلبوني بالعكس. وبقية الرسل، مار بولس اللي قطع رأسه، كلهم هالكلام كان يواسيهم. أكيد كانوا يتذكرون هذا الكلام اللي قال لهم المسيح حتى بعد القيامة، حتى من شافوا المسيح بعد القيامة أكيد يرجعون إلى هذا الكلام. هذا الكلام يواسيهم: لا تضطرب قلوبك، ينطيهم الأمل، ينطيهم الدافع حتى يكملون حياتهم بإيمان. إحنا من أكيد راح نمر حياتنا بصعوبات، وقسم من عندنا هسه دا نمر بصعوبات، فعلى شنو راح تدور حتى تواسي نفسك؟ الناس راح يواسوك، هذا اللي يخابرك، هذا اللي ينطي لك كلام، هذا اللي يحكي لك حكاية. أحياناً أصلاً ما تواسي،
أحيانا بالعكس تزيد من الاضطراب اللي عندك. ممكن تلتجئ الأمور دنيوية تواسيك، تبدي تشتري أمور شوبينج، تصرف فلوس حتى تواسي نفسك، تلهي نفسك، أو أمور تكون هيلثي، تطلع تتمشى. لا تنسى كلام الرب، لأن الأمور الدنيوية تواسيك، أمور ممكن تسويها اللي هي healthy، اللي ننصح بها أن تسويها بحياتك حتى تقدر تتخطى الصعوبات اللي تمر بها بحياتك، مثل التلاميذ الصعوبات اللي واجهوها بعد قيامة المسيح. حياتهم ما كانت مثل ما يقولون في سكيك، مشوا بيها عادي حياتهم، نو كانت أصعب ما ممكن. فإحنا همينا إذا تمر بصعوبة تمسك بكلام الرب، لا تخلي كلام الرب يكون كلام إدانة لك، لكن خليه يكون كلام مواساة، لأن الرب يعجبه أنه يواسي الحزين المتألم، ما يريد يدين اللي دا يتألم. لا تضطرب قلوبكم، في بيت أبي منازل كثير، وإلا ما كنت راح أقول لكم راح أروح وعد أماكن لكم. يعني يسوع ده يقول لو ما كنت أحبكم وما كنت دا أروح أحضر لكم مكان، ليش كنت راح أجي أتعب أخذ جسد وأموت بهاي الطريقة البشعة اللي متت بيها وأقوم؟ إذا مو كل هاي الأمور على موتكم أنتوا حتى أحضر لكم مكان. فشوف الرب ايش قد يريد يواسيك بفترة الصعوبة اللي تمر بيها حتى تتحمل وتمر وتفوت وتمشي، وما تخلي الصعوبة تكسرك للآخر، تضطر انه تفقد الأمل، تدخل في حالة الديسبير، حالة الأسى، حالة اللا أمل، حالة اللي ما عندك أي قطرة أمل بحياتك، أو حالة إنه بعد ما تهتم. تصير روتينية حياة يمك. الرب ما يريد هذا الشيء له. وأحياناً الروتين أو فقدان الأمل بالحياة ما يجي، مو شرط إنه يكون أكو شيء صعب بحياتك. أحياناً الإنسان يفقد الأمل بالآخرة أو بالقيامة من دون أي صعوبة بحياته، مجرد إنه ما يؤمن. مو شرط إنه يكون أكو شيء صعب بحياتك. شوف إنسان ما عنده أي مشكلة لكن ما عنده أمل بالمستقبل. هم هنا الرب يقول لك خلي كلامي واسيك، بأنه أنا إجيت تعبت حتى أحضر لك مكان، لا تفقد الأمل. قد ما تكون حياتك صعبة تحمل، أريد أحمل الصليب وياك. صدق كلامي، يسوع يقول لك ما كذب عليك، أؤمن بي، بأنه صعوبة الحياة تمر وتنتهي، وإذا تؤمن بي، يسوع يختم الإنجيل يقول
راح تقدر تسوي الشيء اللي سويته وأكثر. شنو هو الشيء اللي سواه يسوع؟ ماذا يتكلم عن العجائب والأمور اللي سواه على هالدنيا؟ دي يتكلم عن الصليب. تتحمل الصليب، راح تشيل الصليب وأكثر. ليش الناس عادة تقول إيه يسوع تحمل الصليب 3 ساعات بس أنا دا أتحمل الصليب صلي 30 سنة؟ أحيانا نقول هذا الكلام. يسوع هم قالها، قال إذا تؤمن بي راح تسوي شيء اللي سويته وأكثر. يسوع ما دا يقول لك إنه أنا وأنت في صراع كومبيتيشن بيني وبينك، خلينا نشوف منو من عندنا راح يتحمل أكثر، أنا لو أنت. يسوع كان يقدر يتحمل أكثر من 3 ساعات، مو قصة إنه يسوع قال يلا بس 3 ساعات وخلاص أنا بعد راح. لا تنسى أنت يسوع 3 ساعات اللي عاشها عاشها كالله اللي دا يشوف الزمن كله. 3 ساعات يسوع هي ما نقدر نقارنها بوقتنا احنا، لكن مو النقطة هنا، النقطة انه يسوع فعلا قال راح تسوي اذا تؤمن بي حتسوي شيء اللي سويته واكثر. ممكن صليبك يكون اكثر. بعض القديسين الطريقة اللي ماتوا بيها هي اقصى من الطريقة اللي مات بيها يسوع. عندك القديس بارثولوميو اللي الجلد مالته استعمل، ما اعرف الكلمه صح دا استعملها، سلخو سلخ. قديسين اليسوعيين اللي كانوا يبشرون في امريكا الشماليه قبل 300 400 سنه قصوا اصابعهم سانه، كانوا يجرحوا جرح حتون ملح على الجروح مالته، عافوا ليلة كاملة مجروح وعليه ملح بيتألم. فتألموا القديسين، تألموا أكثر من إذا نأخذها جسديا، تألموا أكثر. المسيح قالها إذا تؤمن بي سوي أكثر من اللي سويته. بس شنو كان اللي خلى هالقديسين يؤمنون بالمسيح؟ هو كلام المسيح. آمنوا، تمسكوا بكلام المسيح. هالكلام كان مواساة لهم. كلام يسوع كان يواسيهم. كل لحظة يواسيهم، لا تضطرب قلوبكم. هذا الشيء المواساة ما تعني إنه الوضع اللي أنت بيه راح ينحل أو راح يكون سهل عليك، الألم يبقى، لكن يكون عندك سبب حتى تتحمل الألم، يكون عندك سبب حتى تتحمل الألم، والسبب هو المكان اللي انت دا تروح له. عادة ما نقول بس اوصل فلان مكان. اذا انت عطشان واحد يقول لك اكو مي بعد مايل، راح تتحمل الالم هذا المايل. نفس الشيء هسه انت عطشان حتى ترتاح، كلام يسوع يقول لك الراحة موجودة وياي، لازم تمشيها هالحياة، هالرحلة لازم تمر بيها، كلنا راح نمر بيها. أكيد الكلام يقدر يطيب القلب، كلام الناس عادة يطيب القلب، فشقد كلام يسوع يقدر يطيب قلبنا؟ قد ممكن أنه أنا اليوم أؤمن بكلام يسوع
وأخذ يسوع على كلامه وصدق أنه فعلاً الشيء اللي دي يقوله يسوع هو صحيح. يسوع ما يكذب علي. فنصلي ونطلب من الرب أنه يساعدنا حتى إلين قلوبنا، حتى الأمور الصعبة اللي بحياتنا أولاً دائماً نصلي حتى تنحل أكيد، والصعوبات اللي موجودة حتى يشيلها، لكن إذا تبقى حتى يساعدنا أنه نتأمل بقيامته، نتأمل به هو حتى نقدر نتحمل. أكيد الرب دائماً بمحبته إلنا ما يعوفنا، ما يعوف أحد، دائماً يسوع المسيح وياه. فنصلي بهذا القداس من أجل جميع المتألمين، من أجلنا إحنا الحاضرين هنا، حتى الرب يساعدنا ويكون ويانا. آمين.